السلام عليكم ورحمة الله خوتي، مرحبا بكم. بغيت نوريكم اخوتي واحد الغش كدير الشركة ديال صنع الأحذية. بأننا درنا تجربة وفتحنا واحد الحذاء ولقينا في الداخل ديالو غير الكاعط، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحان الله صاحب المحل شرينا من عنده هاد الحذاء، مع أنه كان كيحلف لينا وكيقول لينا، كيحلف وكيأكد لينا بأنه صباط مزيان وأنه جلد، ومن الداخل ديالو جلد وكله جلد. مني جبنا هاد الصباط لبسناه تقريبا واحد شي 3 مرات ولا 4، هو يبان على الحقيقة ديالو. ها هو الصباط، شديناه فتحناه، أنا غادي نوريه ليكم مفتوح. هانتو كيما فتحناه، هذه السميلة ديالو، هانتو السميلة كي دايرة، شتوها هاي، باش ما يتهمنيش شي واحد يقولك هذا كذب ولا تصوير. ها السميلة شتوها، جينا لداخل ديالو، ها هو هذا هو الداخل ديالو، لقينا الكارطون. ها شوف، شاهدوا معايا، انا غادي نوريكم مزيان. ها هذا ماشي كارطون، هذا كجل. ها انتو هذا كارطون ولا ماشي كارطون؟ ها 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 هو اخواني، ها هو، شاهدوا معايا مزيان. ها ها هو كارطون هذا، ها باش ما بلا ما يبدا شي واحد يعيب على يقول لك هاد الناس هادو كيبغيو مثلا انهم يشوهوا شي حاجه بالباطل. حاشا لله باش نشوهكم بالباطل اخواني، ولكن راه حشومه من يولي واحد الانسان كيجي بغي ياخذ واحد الصباط وتيبدا يحلف لي صاحب المحل وكيقول لي بانه مزيان، وفي الاخر كيلقى هاد الصباط ما صالحش. ها هو راه جديد كما كتشاهدوا. ها هانتو شاهدوا معايا مزيان، ها باش ما يقولش شي واحد الصباط راه قديم مضارب ولا شي حاجه. ها حنا ما الصنع ديالو داك الشيء، ما بغيناش شكون نديرو الشركه اللي صانعها. ها تحك لينا دابا مالك، هادشي باش ما يقولش شي واحد راه الصباط راه غير دابا تحك لينا مالك ما علينا. ها كما كتشاهدوا فيه غير هاد الدور هذا، شويه يدير واحد الجلد اللي ماشي انه جلد دوريجين او لا جلد كما هو معروف الجلد، غير شي شويه ديال الكويطات وشي مسيمرات شويه الكوله، كيقول لك ها هو كيحلف وكيقسم بانه صباط. ها انت انه صباط مصنوع ديال الجلد. ها سبحان الله العظيم، الغش كيدير لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا اخوتي، بحال هاد الماركه ديال الصبابط بعدوا منها، ماشي غير بالضبط انه هاد الماركه اللي هي تشكل ديروك، جميع الاشكال كما كان شكله الى ما كانش مزيان وجلد ديالو مزيان بلا ما تاخذوه، لانه ما غاديش تلبسوه حتى 3 لبسات ولا 2 لبسات، تقدروا تلبسوه غير اللبسه الاولى يبان اما يوسع ولا يعوج لشي جهه ولا يبان لكم التحل. وهذا الشيء اللي كاين اخواني، هذا الشيء اللي بغيت نتقاسم ونشارك مع الاخوان ديالي، والدالو عن الخير كفاعله. وانا اخوتي ما كنبتغي بهذا الفيديو الا انني ندلكم على الخير، لان هذا الشيء جربته وها شوها النتيجه ديالو. ها انا ما كنكذبش على الواقع، اقسم بالله تصباطي هذا. وها انتم شاهدوا معايا، والسلام عليكم خوتي، وكنقول لكم راه انا غير بغيت نتقاسم معكم هاد النصيحه، الا انتم قبلتوها اعملوا بها، والا ما قبلتوهاش فدلوا واحد اخر عليها ربما ياخذوا بها. ومره اخرى كنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله، وما تنسوش الا بغيتوا تشاركونا في القناه باش يتزاد ان شاء الله تعالى النفع بهذا الفيديو. والى اللقاء اخوتي.